الاستاذ علاء عزت اللي بيرحب بيه على قناه الاهلي. تحياتي ليك يا استاذ علاء. تحياتي لك كابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، قناه نادينا العظيم. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي في المرحله الجايه باذن الله. في البدايه طبعا، لا في البدايه لازم ابارك لفريق شباب الاهلي النهارده على فوزه على الزمالك في عقر داره، وفي حضور يعني النادي الاهلي كان بيلعب النهارده مباراه في قلب ميت عقبه، وكان فريق نادي الزمالك بيحظى بكل الدعم الممكن. ورغم ذلك الحمد لله فريق النادي الاهلي النهارده ربنا كرمه ووفقه بانتصار كبير جدا ومستحق 2-0. تمام، خلينا نروح للفريق الاول. شايف ماتشين مهمين، شباب بوليسداد مديام الغاني، شايف الماتشين ازاي؟ طبعا انا شايف ان الاهلي يعني مطالب باثبات الذات امام بوليسداد زي ما بيقولوا. يعني الاهلي الفتره دي بيمر بمرحله صعبه جدا، الكره المصريه نفسها مريضه دلوقتي. يعني النادي الاهلي جزء من الكره المصريه، وان كان الحاجه الوحيده في الكره المصريه، لكن الكره المصريه دلوقتي فعلا بتمر بوعكه خطيره جدا. وانا خوفي على النادي الاهلي بس ان تاثير الجو الاحباط اللي بيخيم على الكره المصريه ياثر على معنويات لعيبه النادي الاهلي، وخاصه ان عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي كانوا مع المنتخب الوطني. فانا شايف ان ان ان, إن النادي الاهلي عنده فرصة كبيرة جدا رغم الظروف دي كلها انه يحسم. عنده مباراتين برا، شباب بلوزداد ومديام الغاني. شباب بلوزداد افضل بكتير فنيا من مديام الغاني، لكن فرصة النادي الاهلي في الفوز هتكون اكبر في الجزائر، لان عامل الارض وعامل عامل المناخ وعامل الارضية الجيدة في ملعب 5 يوليو دي ممكن تسهل على النادي الاهلي كتير. يعني مش هيلاقي الاجواء دي متاحه ليه في غانا، رغم ان المنافس في غانا اقل من شباب بلوزداد. فانا شايف ان فرصه النادي الاهلي هتكون في الفوز كبيره قوي قوي في الجزائر بالظروف المناخيه وظروف ارضيه الملعب. رغم ان النادي الاهلي يعني سبحان الله رايح مسافر بدون الصفقات وبدون كم كبير جدا، عنده غيابات مؤثره كبيره جدا، لكن ده دايما قدر النادي الاهلي. هو من امتى النادي الاهلي كان بيروح يخوض اي بطوله حتى لو كاس عالم الانديه وهو بكامل صفوفه؟ لكن كلنا رهان على النادي الاهلي ان هو باذن الله يظل دايما وابدا الفرحه الوحيده للكره المصريه. الناس اللي بتتكلم عن مجامله الاهلي في التاجيلات، هي الناس دي مش شايفه ان الاهلي كان بيلعب في بطولات قاريه وبطولات عالميه وبيفرح مصر كلها؟ بص يا كابتن اسامه، دي ناس ما توصفش ان هي ناس حقده، دي تقول عليها جهله. يعني لما الناس يعني واعلاميين وقالب باللائحه، اللائحه المنظمه للبطولات المحليه مش عارفينها، دي كارثه كارثه. ودي اللي بيخليهم دايما وابدا كل الناس تتكلم دي، الرد عليه بيكون سهل قوي باللوائح. انت مش محتاج انك انت ترد عليهم بطريقتهم ولا بالتهكم ولا بالطريقه الساخره تتكلم بيهم. انت ممكن تحرجهم بس قدام الراي العام لاقتراب اللوائح. يعني لما يطلع عامر حسين يقول لك اللائحه عندنا بتقول ان اي فريق عنده مباراتين متتاليتين خارج ارضه بفارق زمني اقل من اسبوع او اسبوع تؤجل مباراته. ايه اللي يضرهم ان المباراه تؤجل؟ يعني هو عايز يحط اسم النادي الاهلي في جمله وخلاص. طب حضرتك لما كان النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا وكاس عالم الانديه والدوري الفتره شغال، كان ليه في فريق ما كانش بيلعب ليه؟ ليه فريق ما كانش بيلعب خالص؟ ولا هو مشارك في افريقيا ولا مشارك في بطوله عربيه ولا مشارك في اي حاجه خالص. راح عمل دوره وديه، شارك في دوره وديه في السعوديه، وبعد كده راح عمل معسكر والدوري شغال في مصر. طب ما حدش قال ليه الفريق ما بيلعبش؟ طب ماشي، نلتمس العذر لفيوتشر، نلتمس العذر لبيراميدز، نلتمس العذر للنادي الاهلي، دول بيلعبوا بطولات. لكن انت الفريق الثاني ده ما بيلعبش خالص. يعني زي ما يكون اشمعنى طبعا انا ما بيلعبش انا مش هلعب. يا كابتن اسامه، حضرتك لو شفت جدول الفرق المنافسه هتلاقي في فرق منافسه يعني احنا الدوري متوقف بقاله شهرين، في فرق بقالها 3 اشهر ما لعبتش مباراه. ده جمهورها نسيها، والله العظيم جمهورها نسيها. يعني الاهلي كان بيلعب كاس عالم الانديه والدنيا كلها بتابع النادي الاهلي، وهنا في مصر سكوت تام على الانديه المنافسه، ما تلعبوش. يعني انا مش عارف ليه الناس حاطه الاهلي في دماغها. اشمعنى الاهلي؟ ايه يعني ايه كلمه اشمعنى الاهلي؟ طب ما تشوفوا، هو الاهلي ده كان يعني مثلا في الفتره دي المؤجلات دي الاهلي كان في بيته؟ الاهلي كان بيسافر يلعب بطولات وبيشارك بطولات باسم مصر، بيشرف مصر، بيسعد مصر. لا يعني اشمعنى الكلام ده في الوقت ده وانت داخل على ماتشين مهمين شباب بلوزداد ومديانة؟ طبعا لازم 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 يا كابتن اسامه يجروك لملعبهم. دي ما هم ما عندهمش غير هي دي الوسيله الوحيده اللي يعطلوا بيها النادي الاهلي ويشغلوه، هي الحديث عن الكلام ده. يعني لما تشوف النهارده مثلا مدرب قاعد طول عمره ليل ونهار بيقول لك الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه، بيدرب الزمالك النهارده بيخسر في 100 عقبه. يعني يا كابتن اسامه، يعني في مدرب بيطلع ليل ونهار طيب بيتكلم في كره فضائيه. عايز اسالك دلوقتي عن الكره المصريه، شايف ازاي
يعني الكرة المصرية أداءها، أداء اتحاد الكرة المصري، مستقبل الكرة المصرية رايح لفين؟ واتحاد الكرة المصري شايف أداءه وتقييمه خلال الفترة السابقة إزاي؟ طبعا اتحاد الكرة المصري يا كابتن مش هنقدر نقيمه، هو خلاص هو اتحاد كتب عليه ان هو يعني النهايه خلاص، ده مجرد مساله وقت، مش هيكون مبرر وجوده ابدا بعد دوره الالعاب الاولمبيه. خلاص هي الناس بتعتبر اتحاد الكره الموجود ده اتحاد مؤقت لحد نهايه الفتره، خلاص يعني الناس بتتعامل معاه ان ده مجرد اتحاد بيكمل مدته، لكن مش منتظر منه تطوير. هو بيحاول يعمل تطوير، حتى وهو بيعمله مش عارف يعمله، حتى وهو بيعمله مش عارف يعمله، مش عارف يعمله ازاي. شوف تخبط، حتى يجيب كابتن محمد يوسف وروح ماشي تاني يوم، يجيب الكابتن علاء نبيل، كابتن علاء نبيل اول ما بيتكلم لسه بيتكلم معاهم راحوا مفاجئينه تاني يوم الصبح مدير فني جديد. هو كابتن علاء نبيل جاي يخطط لايه؟ جاي يخطط لايه لما قبل ما يستلم شغله الراجل بيعينوه بيصدروا قرار بتعيين كابتن علاء نبيل، بعد ربع ساعه بيختاروا مدرب عام للمنتخب الوطني، بعد كده بعديها تاني يوم قبل ما يروح اول اجتماع ليه بيكون تم اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني، بيكون تم اجراء تعديلات جوه منتخبات الناشئين كلها في الاجهزه الفنيه. يعني ليه؟ طب ايه المصلحه؟ طب انتوا جايبينه ليه؟ هو يا كابتن دايما عندنا انا شايف ان مدير الاتحاد ده مجرد منصب بيستخبى او ديكور، حاله الديكور اللي اتحاد الكوره بيجيبها بيستخبى فيها، ودي عادة عندنا يا كابتن. اتمنى يعني يدوا الكابتن علاء نبيل كافه الصلاحيات لا الكابتن علاء نبيل بشخصيته هيبقى قادر يعني. الكابتن علاء نبيل راجل يمتلك من الشجاعه الادبيه ان هو يطلع يعترف ومن الخبرات برضه قبل كده الكابتن. ان شاء الله باذن الله. نشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء. استاذ علاء عزة الصحفي الناقد الرياضي، نشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه. هنروح لاخبار القطاع الناشئين بالنادي الاهلي معانا 2000